ده اثر ايه يا احمد؟ اثر طريش. طب خلي بالك ممكن تكون في الرمله اللي تحتك هنا يا احمد. لا لا لا, لا. هي شكلها بتبقى مدفونه باينه. تعالى بس هنمشي مع الاثر. تعالى فين يا عم؟ هنا طريق عربيات تقريبا كده في محجر. ايه ده؟ الاثر هنا اختفى. تعالى الاثر. طب ما ممكن تكون هنا. انا مش لابس حاجه الا الكوتش. طب يلا 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 على اي خطوه زي انت شفت هذا. اه يعني لو شفت اثر زي ده قول لي عليه. انا مع... انا معاك اهو. وبص يعني 90% في الحجاره دي نسبه كبيره. وان شاء الله هنلاقيها في الحجاره دي ان شاء الله. تعال كده معايا دوت اخر اثر للطريشه. اه لا دور مع نفسك يا عم, انا مش مستغني عن عمري. ايدك يا احمد, يا احمد ايدك الله يخليك. وهنا الناس اللي كانت بتقول ان محدش بيصطاد طريشه ومش هينفع ان احنا نصطاد طريشه دي حصريا. ان شاء الله هتلاقيه عشان يبقى حصريا. والاول مره لحظه اصطياد اغرب مخلوق واقوى مخلوق واقوى سم فتاك. الله الله. خد يا باشا معاك الكاميرا وتعامل مع نفسك. ثانية بس ارجع لك الزوم. تمام. مع نفسك علشان انا هي الطريشة جوا اهي زي ما حضراتكم شايفيني اهي واضحة جدا جدا. ماشي نكمل كده يا عم. هات كده وتعامل وعرفني بقى هتصطادها ازاي. مبدئيا هننظف الاماكن اللي حواليها دي. محمد ممكن يكون في عقارب هنا وحاجه صح؟ ممكن. طريشه كبيره وضخمه وواضحه. تعالى كده صور اهي واضحه. جاتني تعليقات كتير بتقول ان محدش بيعرف يصطاد او يمسك الطريشه. شايفه؟ وده حصريا. ثانيه واحده اجيبها. شايفها كويس كده؟ لا انا ثانيه واحده بس اجيبها. ايوه هي اهي بالظبط. حط ايدك كده يا احمد عليها او جرب منها. بلاش ايدك عليها, بلاش ايدك عليها. اهي بالظبط اهو لمسها واتحركت. انا هرجع كده الكاميرا يا باشا. ودي الطريشه فين راحت؟ بتنط اه بس مش مسافه يعني زي ما الناس بتقول. الله الله. حاول تجيب القرون. ها مظاهرين. ربنا يكفينا شرها. تعال نطلعها بس بعد الحجاره بعدين نصورها بره. تعالى كده عايزك تجيبها هنا الكاميرا في بق الطريشه. تمام. بس ايدك 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 علشان الناس كلها تتأكد وتشوف. احمد ممكن ترجع عليك. ها بلاش ما تقلقش تقلقش. لحظه عارف انا لحظه اللحظه انا هصور تعال امسحب قاعد شيل حته. مش عاوزين نعورها بس. هو ينفع ناخد منها السم؟ اه طبعا ما هناخد السم بتاعها اول ما نمسكها. هتاخد السم وترجعها مره ثانيه. اه وانت ترجعها ليه؟ عشان دي مفيده للبيئه طبعا. مفيده ايه بس؟ مفيده اتجوزي. هات انا اخدها بره امسك صور كده عشان انا مش عارف اصور. استنى 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 عشان سامع صوت. ثانيه واحده ثانيه واحده. الفحيح بتاعي. حد سامع الصوت ده؟ شش كأني ايدك.
مش زهرة مش جايبة. هي سريعة يا أحمد؟ سريعة طبعا. يعني لو واحد جري تجري وراها؟ مش هتجري وراك هي بس سريعة يعني. خلاص انت تمسكها في العلبه وخلاص خلص الفيديو. انا عاوز امسكها لك وتشوف انيابها وتشوف البرون بتاعها. ايوه بعد شوية. يلا بينا.